المرأة العالمي أو فاسموفا مارتا كما يعرف في روسيا يعتبر من أهم المناسبات السنوية، يحمل طابعا خاصا يمكن ملاحظته بمجرد النزول إلى الشوارع ورؤية النساء بكافة أعمارهن يحملن باقة من أزهار التوليب، كونها الهدية الأكثر تقديرا لهن في هذا اليوم لارتباط مفهوم الأزهار بالجمال والحياة العطرة. الشيء الرئيسي الذي أتمناه هو أن تكون جميع النساء وبالدرجة الأولى في روسيا أقوى وأجمل وأطيب، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها. العالم يحتاج إلى دفء المرأة وقوتها في آن واحد. في 8 مارس أهنئ الأمهات والفتيات والأطفال وكل شخص على الإطلاق، وأتمنى أن يكون الجميع مستقلين وأقوياء، وأن تحصلنا النساء على مثل هذه الباقات كل يوم وليس في المناسبات فقط، لأننا جميعا نستحقها. لا يقتصر مفهوم المرأة الروسية على الجمال فحسب كما هو معروف لدى الكثيرين، فإن أردتم أن تعرفوا أكثر عنها عليكم أن تبحثوا في التاريخ. بعد الحرب الوطنية العظمى التي حصدت الملايين من البشر وغالبهم من الرجال، تأثرت الديموغرافيا السكانية وتحول المجتمع الروسي إلى مجتمع أنثوي، لتصبح المرأة هي المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد من جديد، ولم تتوقف عند كونها زوجة أو أما أو ابنة، بل أصبحت هي المدرسة والطبيبة والرياضية والعاملة والمقاتلة وصولا إلى تسجيل اسمها كأول رائدة فضاء في العالم. نحن أمهات ونتألم عندما نفقد ابنا أو شخصا عزيزا، ورأيت حزن أمي عندما فقدت أبي في الحرب الوطنية، لكنها بقيت قوية وعملت ممرضة إلى جانب تربيتي أنا وأخي. الجمال والرقة لم يقفا حاجزا أمام النساء الروسيات في خوضهن شتى مجالات الحياة، وحتى في العمل السياسي ناضلنا ليحصلنا على حقهن في التصويت عام 1917، واليوم نجد المرأة الروسية في مختلف المناصب الحكومية، بل وهن سيدات أعمال بامتياز وعلى مستوى عالمي. أيام السنة كلها لا تكفي لإنصاف المرأة في كل بقاع الأرض، لذلك أكتفي بالقول كل عام وأنتن بنات المجتمع، كل عام وأنتن بألف خير. مرام حمصي، اليوم، موسكو.